السلام عليكم. شهدت تحركا ملحوظا كان لها أثر في القضية اليمنية بعد مرحلة أصيبت فيها بما يشبه الشلل في أداء البعثات والقنصليات. هذه هي الدبلوماسية اليمنية كوزارة وحكومة ورئاسة، وهي حلقة الوصل بين القضية اليمنية وبين المجتمعين الإقليمي والدولي. ثمة إنجازات للدبلوماسية في بلادنا وثمة إخفاقات لها أيضا. الإسهام في خلق إجماع دولي مساند للشرعية تمثل تحديدا بالوقوف خلف القرار 2216، والإسهام أيضا في خلق إسناد عربي للشرعية. التحركات والعلاقات الدولية الواسعة وبحث المستجدات مع القوى الإقليمية والدولية، لكن بالمقابل هنالك إخفاقات للدبلوماسية فيما يتعلق بالبعثات التي يقول متابعون إنها تمثل باليمنيين أكثر من تمثيلهم. وهناك أيضا زاوية مختلفة في ذات النقد، وهي استدعاء وزارة الخارجية 90 دبلوماسيا ومبعوثا يمنيا في سفارات الجمهورية بما قيل إنها تصحيحات مهمة ومحورية في إنعاش الهيئات الدبلوماسية المشلولة التي لا تعمل بالشكل الصحيح بما يخدم مصلحة الإنسان اليمني خارج بلده. وهنا تطرح الأسئلة نفسها: ما أثر الدبلوماسية في إسناد القضية اليمنية بمعيار دعم الشرعية ومقاومة الانقلاب؟ وما هي إخفاقات الدبلوماسية اليمنية أيضا أمام الرأي العام العالمي؟ وما أهمية استدعاء البعثات الدبلوماسية؟ هل سيصحح الخلل والشلل في البعثات التي اتهمت بالتقصير؟ حول تقييم الأداء الدبلوماسي في خدمة القضية اليمنية ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد متابعة التقرير. تحركت عجلة الدبلوماسية اليمنية أخيرا، وإن بخطا وإيدة، إلا أنها تركت أثرا كما يبدو من خلال الزيارات والاتصالات الدولية التي انعكست في مواقف الدول الكبرى التي أعلنت مواقفها المساندة للشرعية وللقرار الأممي، ومن بينها روسيا بعد زيارة وزير الخارجية إليها. فبعد زيارة ولد الشيخ إلى صنعاء مؤخرا أعلن عن قيامه بلقاءات مهمة مع قيادات الميليشيا وصفها بالبناءة. عقب هذه اللقاءات نقلت وكالة الأناضول عن مصادر سياسية أن الميليشيا أبلغت المبعوث الأممي بقبولها المشاركة في جولة المباحثات المقبلة. يأتي موقف الميليشيا القابل بالمفاوضات بعد هزائم عسكرية منيت بها في عدد من المحافظات، إضافة إلى إدارة الدب الروسي ظهره للميليشيا وفقدان الأمل بتدخله عسكريا عقب انسحاب روسيا من الأراضي السورية. وعلى صعيد المعارك الوطنية التي تقودها حكومة الرئيس هادي ضد الميليشيا، فإن هذه المعارك غير مكتملة الأركان كما يراها بعض المراقبين، فهناك انتقادات لأداء الدبلوماسية الحكومية نتج عنها تشديد إجراءات السفر على اليمنيين في مطارة العالم، وعدم وجود سياسة خارجية واضحة، وإخفاق البعثات الدبلوماسية أو غيابها في المحافل الدولية كما حدث مؤخرا في غياب الحكومة بمؤتمر حقوق الإنسان بجنيف. وحتى ما بعد الانقلاب واجهت وزارة الخارجية انتقادات حادة حول ترهل المؤسسة الدبلوماسية وعدم وجود رؤية واضحة في طرح القضية اليمنية أمام العالم، وهو ما غيب القضية اليمنية أمام الرأي العالمي. إلا أن القنصليات ما يزال أداؤها دون مواقعها في الخارطة الدبلوماسية، خصوصا فيما يتعلق بتمثيل السلطة الشرعية وإيضاح ما يحدث لليمنيين من انتهاكات أمام العالم، وكل ما يتعلق بحرب اليمنيين من أجل استعادة دولتهم المنهوبة من سلطة الانقلاب. غير أن هناك بوادر لإصلاح الاختلالات الدبلوماسية، فقد أصدرت وزارة الخارجية مؤخرا مذكرة استدعاء 90 دبلوماسيا ومبعوثا يمنيا في سفارات الجمهورية اليمنية بمختلف بلدان العالم، وهو ما يبشر بأن عهد الدبلوماسية الجديد سيبزغ فجره قريبا. إذا مشاهدينا الكرام، أرحب بداية بضيوفي عبر السكايب الأستاذة لطيفة علي الناشطة السياسية من واشنطن، وكذلك بضيوفي الذي من المقرر أن يكونوا معنا معالي وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي، وكذلك سفير اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والمندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح. أبدأ مع الأستاذة لطيفة علي الناشطة السياسية معنا عبر السكايب من واشنطن. مساء الخير أستاذة لطيفة.
مساء الخير. أستاذة لطيفة، يعني هناك الكثير من نقاط الجدل التي تدور حول أثر الدبلوماسية اليمنية وجهودها في القضية اليمنية خلال الفترة الأخيرة، كيف تقيمين هذه الجهود؟ يقول توماس هابرز أن الدبلوماسية هي أداة تابعة للحرب، حيث أنها تعد لها وتستخدم لتقنين عملية الاستسلام. كما يقال أن قد يحقق الجنود على في الحرب نتائج باهرة، لكن في ميادين القتال وقد تخذلهم الدبلوماسية. في الفضاء الآن المفتوح ونظام العولمة، العمل الدبلوماسي أصبح فاعل، وأعتقد أنه أكثر فعالية في إدارة النزاع أكثر من التفوق العسكري على الأرض. لكن لو نظرنا إلى الأداء الحكومة اليمنية، هل كانت الحكومة اليمنية رديف للمقاتلين على الأرض دبلوماسيا؟ بكل أسف أن العمل الحكومي شابه الكثير من الارتجال وغياب الرؤية، كما ذكرتم في تقريركم. الأداء الحكومي هذا انسحب بشكل تلقائي على عمل وزارة الخارجية. إلى وقت قريب كان وما يزال الحضور القوي على الساحة الدولية هو حضور الطرف الانقلابي وليس العكس. ربما يعزى ذلك أنه إلى تغلغل أذرعة النظام السابق للرئيس المخلوع ل33 سنة كان متواجد في البعث. نعم. طيب، إلى ما تعزو الأستاذة لطيفة هذا الأمر؟ هل هناك تباطؤ في الجهود التي تهدف إلى تصحيح العملية الدبلوماسية بشكل عام من قبل السلطة الشرعية؟ غياب الرؤية وعدم وضوح الهدف عامل أساسي في ما يحدث في البعثات الدبلوماسية والعمل الدبلوماسي بشكل عام. لا شك أن أيضا كما قلنا تغلغل الأذرعة السابق في البعثات الدبلوماسية وأدائها في المنظمات الدولية كان له أثر كبير في التأثير على القرارات الدولية، والعكس في غياب الفاعل الدبلوماسي اليمني المؤيد للشرعية. طيب، إذا ما تحدثنا عن أين أصابت الدبلوماسية اليمنية وأين أخفقت بشكل عام، هل حددت هذه العلامات بنقاط أو برؤوس أقلام أستاذة لطيفة؟ سأترك الإنجازات للسفراء الدبلوماسيين كونهم أحد أو أهم أدوات الدبلوماسية. سأركز على الإخفاقات الدبلوماسية اليمنية. نأتي إلى مثلا بشكل رؤوس أقلام، مثلا تفكيك اللبس الدولي حول تسويق الإنقلاب أنفسهم كذراع أساسي للغرب في محاربة الإرهاب. في الوقت الذي تناسى المجتمع الدولي أن هذه الجماعة هي أحد أهم أسباب الإرهاب. هذا هذا جانب. الجانب الآخر، الحضور الدبلوماسي أو الحضور بما يسمى بالدبلوماسية الشعبية أو الموازية ودعمها للعامل الدبلوماسي اليمني في المحافل الدولية، مثل البرلمانيين، مثل الحزبيين، مثل النشطاء السياسيين. نجد ليس هناك تنسيق مثلا بين المجتمع الدولي والنشطاء والأحزاب البرلمانيين مع البعثات الدبلوماسية لإيصال الرسالة إلى العالم الخارجي. نعم أستاذة لطيفة، دعينا في هذه النقطة ننقل هذه النقاط إلى سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية دكتور أحمد عوض بن مبارك. دكتور أحمد، مساء الخير، وباعتباركم سفير اليمن في واشنطن، كيف تقيمون بداية الموقف الأمريكي تجاه اليمن والقضية اليمنية التي يعيش اليمنيون أثارها بشكل واضح؟ مساء الخير. بالتأكيد أن هناك في تحديات كبيرة تواجه اليمن كبلد ومنعكسة على مسارات المختلفة بما فيها المسار الدبلوماسي. الموقف الإدارة الأمريكية كان موقف إيجابي. الإدارة الأمريكية كانت أحد أهم الداعمين لإصدار قرار 2216 الذي يمثل خارطة الطريق الرئيسية لمعالجة القضية في اليمن من خلال استعادة الدولة أولا، ثم العودة إلى مديريات العمل السياسية. طوال الفترة الماضية يعني كانت الإدارة الأمريكية بقراءاتها المختلفة، لكنها بالإجمال العام هي يعني لا ترى تدعم بشكل كبير وبشكل قوي تطبيق القرار 2216. وأعتقد أنه الدبلوماسية اليمنية والدبلوماسية الخليجية استطاعت خلال الفترة الماضية رغم كل التحديات أن تلعب دور إيجابي في هذا الموضوع. طيب، إذا ما تحدثنا عن الرأي العام الأمريكي والعالمي بشكل عام باعتبار الولايات المتحدة دولة عظمى وتسير الكثير من شؤون العالم هذه الأيام، هل نجحت الجهود الدبلوماسية في نقل واقع اليمن الذي يعيشه ومعاناة اليمنيين من مشروع الانقلابيين؟ في أمريكا طبعا هناك في موجة كبيرة، أنت تعرف أنه يعني think tanks، مراكز الفكرية والإعلام
يعني يلعبان دور رئيسي كبير في التأثير على مديريات اتخاذ القرار هنا في أمريكا وفي التأثير على منتخب القرار. هناك طبعا لوبي كبير جدا يعني في أمريكا موجود في الغرب بشكل عام، يعني مدعوم يعني من القوى الإقليمية واضحة بالدرجة الرئيسية، إيران مرتبط بمصالح مختلفة. هناك تركيز كبير جدا على توظيف الجانب الإنساني في اليمن، وكأنما أنه عاصفة الحزم أو أن عملية استعادة الدولة في اليمن هي السبب الرئيسي لهذه المعاناة، ويغفل السبب الرئيسي في الذي يعني من جراءه سارت الأمور إلى ما سارت إليه. هناك جهد كبير يبذل من قبل الدبلوماسية اليمنية بأدواتها يعني المقيدة في بعض الأحيان، لكن هناك في جهد كبير على مستوى متخذ القرار. أعتقد يعني نحن هنا مثلا في واشنطن لدينا يعني زيارات دائمة، لقاءات دائمة على مستوى الكونغرس، على مستوى الثينك تانك بشكل دائم لدينا لقاءات متواصلة. لكن أنا أعتقد أنه لا زال هناك الكثير مما يجب أن يعمل في هذا الصدد، وهنا يأتي دور كذلك المؤسسات اليمنية والعربية الفكرية ومنظمات المجتمع المدني، تحرك الدبلوماسية الشعبية، توجيه الإعلام في أقطارنا بحيث يصيغ رسائل يعني تكون موجهة للخارج للغرب تحديدا أكثر مما تكون فقط تعبوية بالداخل. أعتقد أن هناك جهد كبير علينا جميعا أن في هذه المرحلة الصعبة أن نتكاتف وأن نوجه هذه الرسائل بما يعظم من يعني النجاحات التي تحققها الجيش الوطني والمقاومة الباسلة في الأرض. طيب يعني سيادة معالي السفير، إذا ما تحدث عن الآن أمريكا أمام استحقاق انتخابي رئاسي، وهناك من يتحدث على أن يعني علاقة الدبلوماسية الأمريكية إلى اليمن هي لا تختلف عن وجهة نظر يعني حول دول الخليج والمنطقة والإقليم بشكل عام. برأيك في حال ما جاءت النتائج قريبا وهي يعني ستأتي، كيف سيكون مستقبل العلاقات اليمنية الأمريكية يعني بغض النظر عن وجود هذه العلاقات ومدى قوتها مع الإقليم الخليجي؟ أنا أعتقد رغم التجاذبات الكبيرة التي نرقبها هنا وهناك بعض تسميها توتر، لكن أنا أعتقد حجم الشراكة بين الإقليم يعني ودول الخليج تحديدا وفي المقدمة منهم شقائنا في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد من يعني شراكات كبيرة جدا قوية قد تتعرض يعني لبعض التحديات، لكن أعتقد أنه لا أستطيع أن أرى في القريب أنها تتعرض لهذا التحدي الذي تشير له. ما هي هذه التحديات معالي السفير؟ لا أنا أعتقد يعني القراءات في المختلفة فيما يتعلق بالكومبرومايز اللي معمول في قضية إيران، يعني التعامل مع إيران، تأثيرات الاتفاقية النووية وتأثيراتها على الخليج، كيف تقرأ خليجيا وكيف تقرأ، وكمان كما معروف أنه في 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 فبراير في تقريبا في 21 سيكون الرئيس الأمريكي أوباما سيكون في المنطقة وسيزور الرياض للالتقاء بقادة مجلس التعاون الخليجي. أنا أعتقد أنه حجب المصالح الاستراتيجية والعلاقات التاريخية الكبيرة وضرورات الأمن والسلم الدوليين، أعتقد أنها كافية بأن تحمي هذه العلاقة على المدى القريب والبعيد. طيب بنقطة أخيرة معالي السفير، يعني بخصوص المفاوضات القادمة ما بين الحوثيين الإنقلابيين ومن معهم والسلطة الشرعية في اليمن وجهود ولد الشيخ، وبحكم خبرتك الكبيرة في المفاوضات مع الحوثيين وأيضا بحكم وجودك في واشنطن وقربك من صنع القرار الأمريكي، هل يعني من المتوقع أن تلتزم الميليشيات بفعل الضغوط الدولية بما يمكن أن يصدر من قرارات واتفاقيات؟ الميليشيات لن تلتزم إلا بفعل الأرض والميدان. الميليشيات إذا ما أدركت أنها تخسر في الأرض، أنها غير قادرة على الحفاظ على ما حققته من يعني بين الزوجين مكتسبات، وهي في النهاية ضريبة كبيرة دفعها الوطن دفعها المواطن اليمني، إن لم تصل هذه الرسالة بقوة
للانقلابيين، اعتقد انه يعني ما اعتدناه وما يعني عرفنا عن هذه الميليشيات انها دائما اننا عندما تحصر يعني تقدم مرونه خطوه 10 خطوات للامام ثم خطوه للخلف. لكن انا اعتقد انه طبيعه التطورات العسكريه في الميدان، سقوط المشروع الحوثي في كل انحاء الوطن، التماسك الشعبي، الحضور الكبير للشرعيه، الخطاب المتوازن، يعني اعتقد كل اليوم كان او صباحا كان هناك لقاء للفخامه الاخ الرئيس عبد الرب منصور هادي مع المستشارين السياسيين، هناك ثبات في الخطاب السياسي الرسمي حول حرص الدوله اليمنيه على تحقيق السلام، سعيها الى تحقيق السلام، لكن سلام امن وسلام مستدام. اعتقد القراءات الاوليه التي نراها تبين ان هناك في مرونه من الطرف الاخر، نتمنى يعني ان تكون الرساله قد وصلت وانهم ادركوا انه لا يمكن ان يفرضوا اي خيارات على هذا الشعب. اشكرك شكرا جزيلا سفير اليمن في الولايات المتحده الامريكيه دكتور احمد عوض بن مبارك، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن. أعود إلى الأستاذة لطيفة علي ضيفتنا عبر الأسكايب أيضا من واشنطن. أستاذة لطيفة، هل من تعليق على كلام معالي السفير؟ دعني أعود إلى كان سؤالك السابق وهو عن الإخفاقات الدبلوماسية اليمنية بكونها أعتقد أنها محور هذا الحديث وأهم في الموضوع. يعني هو تطرق لبعض الأمور وإن بشكل غير مباشر، فلذلك أود يعني أخذ رأيك فيما قاله. بالضبط. كما قلت لك مثلا الآن لو ركزنا على العمل الخارجي أو العمل الخارجي بشكل عام والدبلوماسية اليمنية في نجاحاتها أو إخفاقاتها. بالنسبة للإخفاقات كما قلت لك، أولا أنه ليس هناك تنسيق مثلا مع البعثات الدبلوماسية الموجودة في الخارج، عمل إرباك لدى الموظفين الذين موجودين في البعثات الدبلوماسية في أنفسهم، كون أن حتى الآن الموظفين السفارات والبعثات الدبلوماسية لا زالوا لا يستلمون رواتبهم كونها مستولية عليها من قبل السلطة الأمر الواقع للسلطة الانقلابية. نأتي إلى نقطة أخرى. أنا أتساءل مثلا على الميزانية الدولة، الميزانية المهدورة مثلا على الوفود وعلى الثراء الشخصي. هناك فساد في 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 موجود فساد كبير في الحكومة اليمنية، الفساد هذا ينعكس تلقائيا على الأداء الدبلوماسي في الخارج. هل لو كان مثلا وجهنا هذه المال المهدور مثلا الى مراكز البحوث والدراسات التي تعتمد عليها الدول صنع القرار مثل امريكا، المال المهدور هذا كان يجب ان يوجه الى توجيه مثلا الدبلوماسية الشعبية والموازية في الخارج. نأتي إلى مثلا إلى اختيار الوفود الذي موجود في الخارج، ما زال حتى اللحظة تعتمد الدبلوماسية اليمنية على الشلالية السياسية والمحاصصة في إرسال الوفود وتعييناتهم، وهذا أمر ينعكس على الأداء الدبلوماسي. لا تعتمد الدبلوماسية اليمنية على الكفاءات وإنما على المحاصصة وإنما على التقاسم الحزبي حتى اللحظة. طيب هلا يعني أنت ذكرت الآن مصطلح أسميتيه الشلالية السياسية، هلا تحدثنا أكثر حول هذا المصطلح، ما الذي تقصدينه بالضبط؟ للأسف الشديد أنه هناك حول الحكومة اليمنية مراكز انتفاعية جديدة نشأت مع نشوء الحرب، خرج منها من المؤتمر من حزب المؤتمر ومن جميع الأحزاب، ويتم مثلا إرصاد رصد الوفود الدبلوماسية أو تعيينهم أو إخراجهم على هذا النمط من التقاسم، تقاسم حزبي شلالي. نعم. طيب إذا ما تحدثنا عن الاستدعاءات الأخيرة الدبلوماسية التي أمر بها وزير الخارجية وفقا للقانون، كيف تقرأين هذه الاستدعاءات أستاذة لطيفة؟ بنشهد على أيدي الوزير الخارجية، هذه خطوة تعتبر خطوة جيدة، كون أن الدبلوماسية اليمنية والسفارات والبعثات كانت مسلمة بالكامل للمخلوع صالح وما زالت حتى وقت قريب، وهذا من ضمن الارتجالية في العمل الدبلوماسي أنه حتى وقت قريب كان ما يزال وزير الخارجية أبو بكر القربي لا وقت قريب في أثناء الحرب كانت البعثة الدبلوماسية ما زال فيها أفراد وأذرع صالح تعمل في بعض الوزارات وبعض البعثات الدبلوماسية، ولذلك نثمن هذه الخطوة بالوزير ونأمل أنه لا يكون هناك 90، إنما لو عدنا إلى الواقع لا نحتاج إلى 90 لكن 900 فرد أن يعود من البعثات الخارجية وتتم على أساس من الكفاءات بعيد عن المحاصصة السياسية كما قلنا، تكون الكفاءة والنزاهة والإخلاص الوطني هو المعيار لاختيار مسؤولي البعثة الدبلوماسية. لا، أنت تحدثت قبل قليل أستاذة لطيفة عن أن هناك حاجة للأموال التي تذهب
الفساد بداخل الحكومة كما وصفتي، أن تذهب إلى مراكز دراسات وأبحاث لتشكل ضغط عام ودعاية لهذه اليمن وقضية اليمنية، لكن هذا الأمر يحتاج إلى يعني عمل كبير ومنظم ويعني منذ فترة طويلة يجب أن يبنى عليه، وهناك ربما دول بحد ذاتها يعني ليست بذات القوة أو بهذه القوة في صنع ضغط على القرار الأمريكي، ومن ذلك السعودية التي يقول الكثيرون أنها لم تتحرك سوى أخيرا في هذا الخصوص وسبقتها إيران بكثير في هذه النقطة. لكن يعني ألا ترين أن هناك ضغط كبير على الدبلوماسية اليمنية وهي لا تملك الكثير من الأدوات بيدها حتى تغير الواقع؟ أعتقد أن هذا هو المحفز الأساسي الآن، أننا في حالة حرب، أن السلطة الانقلابية تعمل كونها متغلغلة في الخارج، تعمل عبر المنظمات الدولية، النشطاء السياسيين والإعلام وتواصلهم مع الحزب، مع حزب الله والإيرانيين، هذا هو جانب دعم بالنسبة للطرف الآخر يشتغلون عليه، وبالتالي فإن على الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية أن تعي أنه هناك طرف آخر يعمل بهذا الاتجاه، بينما الحكومة اليمنية في تراخي وعمل غير منظم وارتجالي. هذا محفز جدا لقوات التحالف، حتى اننا نجد ان مثلا قوات التحالف 13 دوله بامكانيات دول الخليج ايضا على نعم استاذ لطيفه. دعينا نكمل هذه الفكره، لكن قبل ذلك اتحول الى سفير اليمن لدى الامم المتحده السفير خالد اليمني، ينضم الينا الان. مساء الخير معالي السفير. مساء النور، اكرر مجددا ان الصوت غير واضح. الصوت من يعني انتم لا تسمعون الصوت بشكل واضح؟ اسمعك يا اخي ولكن الصوت فيه كثير من الضوضاء. سنحاول معالجه هذه المشكله، لكن معالي السفير اذا ما تحدثنا عن الان، هناك زياره للمبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ الى صنعاء، انت على ضوء الحديث على الدبلوماسيه اليمنيه كيف تقرا هذه الزياره؟ تعرفون أخي العزيز أن المبعوث الخاص للأمين العام عمل منذ شهر ديسمبر حينما انفضت الجولة الثانية لمشاورات السلام في بيل السويسرية، عمل من أجل عقد جولة ثالثة كان مقرر لها أن تعقد في 14 من يناير من الفائت، ولكن رفض الطرف الانقلابي المشاركة في الجولة أدى إلى تأجيلها، ونحن الآن بصدد عقد الجولة الثالثة التي من المتوقع أن تعقد نهاية الشهر الجاري. السيد إسماعيل ولد الشيخ حقيقة لم يعد لديه ما يكفي، لديه الكثير من التصريحات من الطرف الحكومي ممثلة بفخامة الأخ الرئيس الذي أكد له حرصنا الشديد وحرصنا على معاناة شعبنا اليمني وحرصنا والتزاماتنا تجاه هذه المعاناة للذهاب الى جولة ثانية وثالثة حتى نضع نهاية لتلك المأساة التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية واعوان الرئيس المخلوع. قلنا اننا جاهزون للذهاب الى جولة قادمة للمشاورات لان امامنا خارطة طريق ينبغي ان ننفذها، وتلك الخارطة تم تبنيها في أجندة المفاوضات التي أقرت تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2000. وما هي هذه الخارطة معالي السفير؟ هي خطوات تنفيذية للقرار 2216، تتلخص في إقرار الطرف الحوثي أولا بأنه انقلب على الدولة وأنه ينبغي أن يعيد مؤسسات الدولة الشرعية، يعيد الحكومة ويعيد مؤسساتها للعمل، وبالتالي الانسحاب من المدن التي احتلها وتسليم الأسلحة التي نهبها من مؤسسات الدولة وغيرها من الخطوات. ألا يمارس القرار 2216 يؤكد على أن لا يحق للطرف الانقلابي أن يمارس أي سلطة من سلطات الدولة، وينبغي على الطرف الانقلابي أن يقر بأنه نهب الدولة، أنه سرق الدولة، وأنه لا مجال له إلا أن يعيد هذه الدولة قبل أن نتحدث عن أي شيء آخر. طيب معالي السفير، نحن الآن يعني ما بين المفاوضات جنيف أو ما صلح عليه بأنه جنيف 2 والمشاورات المرتقبة، الآن هناك قرار لمجلس الأمن صدر وهو 22/66، ما بين هذه القرارات هل يعني ستفرق نظرة وجه مجلس الأمن الدولي بخصوص الملف اليمني، وهل ستكون هذه القرارات محفزة أكثر للشرعية للتمسك بالإجراءات التي أقرتها
المجتمع الدولي التي أقرها المجتمع الدولي وكذلك القرارات السابقة لمجلس الأمن؟ دعني أوضح أن القرار 2266 هو قرار تجديد الولاية لفريق العقوبات، للجنة العقوبات. أنت تعرف أن القرار 2140 قام بإنشاء شكل لجنة عقوبات في التسوية، وهو القرار الذي وضع الرئيس المخلوع والذي وضع رئيس الميليشيات عبد الملك الحوثي، ووضع عناصر من أسرة من الطرفين في قائمة العقوبات. فبالتالي مسؤولية المجتمع الدولي التجديد للجان العقوبات حتى نستمر. نحن وضعنا اليد كما أشرت لكم في مقابلات سابقة إلى أننا وضعنا اليد على الخطوات الأولى، على الخيوط الأولى للثروة الكبيرة التي نهبها الرئيس المخلوع، ونحن سنواصل في هذا الجهد بإذن الله حتى يحقق المجتمع الدولي كشف كل خيوط الموارد التي نهبها المخلوع حتى تعود إلى 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 صالح الشعب اليمني وتستخدم في إعادة الإعمار بإذن الله. نعم علي السفير، لكن يعني إذا ما تحدثنا أن هناك إجماع دولي كبير مساند للشرعية، وكنت أنت تحدثت في مداخلة سابقة لنا بعد صدور هذا القرار عن أن هناك أسماء جديدة ستضاف، هل من جديد بهذا الخصوص؟ تعمل الحكومة اليمنية بالتنسيق مع فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة على إعداد قوائم لمجرمي الحرب، لمجرمي الحرب معروفين. هناك يعني القادة في القوات المسلحة أسهموا في قتل شعبهم في تعز، نعرفهم بالاسم. هناك على سبيل المثال اللواء الثقاف الذي سبب القتل والدمار في عدن والذي سبب أيضا جزء من خراب تعز، هناك اللواء الدهمش، وهناك وآخرين. هؤلاء القتلة سيتم وضعهم في قائم العقوبات وسيعاقبهم المجتمع الدولي، وسيظلوا دائما مطاردين لأنهم تسببوا في كوارث شعبنا اليمني. القتل في محافظة تعز أخي العزيز كان مسؤولين عنه هؤلاء الجنرالات وآخرين، أسهموا يعني قائد اللواء 22 حرس جمهوري، أحد القتلة الذي ينبغي أن يضعوا في قوائم العقوبات وآخرين. هؤلاء القتلة لم تذهب هذه الجرائم التي ارتكبوها مذهب الريح، سيعاقبهم شعبنا، سيعاقبهم المجتمع الدولي على تلك الجرائم باعتبارهم مجرمي حرب. ومجرمي الحرب في القانون الإنساني الدولي أنت تعرف هي جريمة كبرى، يعني تبعاتها كبيرة. يعرف هؤلاء الذين يخدموا الآن في أجندة الرئيس المخلوع دفاعا عن حقه الأسطوري في حكم اليمنيين، ودفاعا عن عبد الملك الحوثي في حقه الإلهي الذي يدعيه في حكم اليمنيين، يعرفوا بأنهم سيذهبوا إلى محاكم وإلى وسيعاقبوا على جرائمهم. هؤلاء نعمل نحن والمجتمع الدولي على وضعهم ضمن قوائم العقوبات وسينالوا جزاءهم بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا. مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. وأعود إلى الأستاذة لطيفة علي الناشطة السياسية معنا عبر السكايب من واشنطن. أستاذة لطيفة، بتقييم لحديث السفير الدائم لدى الأمم المتحدة لليمن السفير خالد اليماني، وكذلك بنظرة عامة للجهود الدبلوماسية اليمنية بداخل مجلس الأمن والقرارات التي خرجت بخصوص اليمن، هل أعطيتنا بعض النقاط حول رأيك بهذا الخصوص، وحول هل تمثل يعني نقاط إيجابية في المسيرة الدبلوماسية اليمنية خلال هذه الفترة، وهل من نقاط يجب العمل عليها أكثر؟ لا شك أن هذا الجهد مشكور من قبل السفير اليماني، وهو فاعل ومحب لبلده ولا شك في ذلك. لكن أنا أتحدث من موقعي كمواطنة يمنية، إحساسها بآلام وتطلعات الناس داخل اليمن، أقول أن هناك قصور وفراغ مذهل وكبير. مثلا في تسويق قبح الإنقلابيين أمام الرأي العام العالمي، هذا تكاد تراه جليا مثلا في تعامل في تعاطي الإعلام في تسويق الحرب، أن الحرب هي حرب ما بين السعودية واليمن، حتى أن الخطاب الغربي قل تركيزه على ضحايا التحالف العربي. هناك مجازر من قبل الحوثيين في عدن والضالع ومؤخرا في تعز، يعني يندلها جبين الإنسانية. وهناك
عدم إرسال الصورة الواقعية لهذه الجرائم التي تمت. مثلا كما قلنا التنسيق مع الجهود الشعبية مثلا ومع من خلال الناشطين من خلال البرنامين لإيصال مثلا لإيصال صوت تعز. لو لم يحدث مثلا ونقولها لو لم يحدث هناك مثلا جهد شعبي من الناشطين في ايصال حصار تعز للعالم لما كانت وصلت جرائم تعز الى العالم، وهذا تقصير من الدبلوماسيه اليمنيه، ولا نسمي بالاسم منهم لكن هذا تقصير موجود. الملف الحقوقي والانساني الكارثي في تعز لم يصل الى اذان العالم الغربي، من المسؤول عن ذلك؟ النشطاء حول العالم بحاجه الى دعم البعثات والخارجيه اليمنيه في ايصال صوتهم للمنظمات الدوليه، على غرار مثلا توغل النشطاء والمدنيين الانقلابيين وصالح الذين يعملون مثلا من خلال ما زالت من خلال القوم والملالي ما زالوا يعملون في بعض بعثاتنا حتى الان. هذا الملف الحقوقي الكارثي الذي هو لا نقول تعز بشكل مناطقي كما يسوق البعض، ولكن تعز كونها الآن الألم والمأساة التي موجودة في تعز، يجب أن نسوق هذا الملف كونه حقوقي إلى العالم الخارجي. هذا مسؤولية الخارجية، وكما قلنا أن هناك قصور مذهل وكبير في هذا الجانب. طيب هل يعني تواصلتم مع البعثات الدبلوماسية بشكل عام بالخارج وكذلك بالمسؤولين المباشرين على هذه البعثات، وشرحتم لهم احتياجاتكم كناشطين سياسيين لدعم هذه البعثات بشكل عام ولإيضاح الفكرة للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي؟ لأنه بالأخير يعني ليست من مهمة هذه البعثات، هناك يعني مهام متخصصة، ربما المسؤول الإعلامي أو السفير، لكن ليست كل المهمات هي توضيح للرأي العام، هناك مهام أخرى أيضا. لا شك هذا، اتفق معك في هذه النقطة، لكن كما قلت لك بالنسبة لنا كناشطين كناشطين مجتمع مدني ما زلنا في بداية خطواتنا الأولى للوصول إلى المنظمات الدولية. المنظمات الدولية تتعامل مع عمل مؤسسي منظم، نحن نحتاج إلى هذه الدفعة من قبل بعثاتنا ودول مواسينا. قدمنا نحن في إطار مثلا نشاط فردي تصور عمل للسفير اليماني وكذلك للسفير الدكتور أحمد بن مبارك، وتفاعلوا معه بشكل إيجابي لكي يتم مثلا برولته. ما لا نستطيع التواصل بشكل مباشر مثلا في التواصل مثلا مع الكونغرس ممبر مع أعضاء الكونغرس الأمريكيين لإيصال الرسالة من الذين مثلا متفاعلين مع الشأن اليمني، لا نستطيع التواصل مع الإعلاميين مع الأكاديميين، نحتاج إلى قناة اتصال من خلال السفارات والبعثاتنا في إيصال صوتنا كناشطين كبداية تقديم لهذا النشاط المدني وهو الدعم للسفارة. السفارات والبعثات والعمل الدبلوماسي بحاجة إلى عمل دبلوماسية شعبية موازية لعملهم الدبلوماسي، وهذا سيدعم ويخدم العمل الدبلوماسي اليمني. نعم، أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة لطيفة. ينضم إلينا الآن معالي وزير الخارجية الأستاذ عبد الملك المخلافي. معالي الوزير، يعني نتابع الأخبار التي تفيد بأن هناك تغيرات مهمة في البعثات الدبلوماسية، ما هي أهم هذه التغييرات؟ الصوت غير واضح. معالي الوزير؟ نعم. نعم، كنت أتحدث. أولا مساء الخير وأهلا بكم إلى المساء اليمني. نعم معالي الوزير. تفضل. تابعنا معالي الوزير أخبار تفيد بأن هناك تغيرات مهمة في البعثات الدبلوماسية ستحدث في الفترة القادمة، ما هي أهم هذه التغيرات؟ لم أسمع السؤال بشكل جيد. معالي الوزير، كنت تقطع الصوت. نعم. كنت أسألكم حول أن هناك أخبار تفيد بأن هناك تغييرات في البعثات الدبلوماسية، ما هي أهم هذه التغييرات؟ يعني لا شك أنه في إطار استكمال الأوضاع في الخارجية، الوضع في الخارجية كان مجمد من جميع النواحي، لا يوجد تعيينات للسفراء على مدى سنوات، الترقيات المستحقة والقانونية لأعضاء البعثات أيضا سواء أعضاء البعثات أو العاملين في الخارجية لم تنفذ. لدينا أيضا التعيينات من العام الماضي لم تنفذ في أي موقع، وضع البعثات صار صعب من جميع النواحي. الآن هناك اتجاه كان أيضا مجمد قضايا كثيرة بما فيها مستحقات العاملين بسبب تمسك الانقلابيين بعدم إرسال المستحقات المطلوبة من البنك المركزي. الآن حلينا معظم هذه المشاكل، نحن بصدد تعيينات جديدة من خلال تعيين الموظفين والدبلوماسيين المستحقين قانونا في البعثات بحيث تملأ الفراغات في البعثات، وهي فراغات واسعة أدت إلى أن بعض البعثات أصبح القائم بالأعمال مجرد ملحق إداري.
هذا شل فعالية البعثات. الآن سيكتمل ترتيب وضع البعثات وسنبدأ بتعيين السفراء بإذن الله. الأسبوع القادم تتم التعيينات في البعثات لأعضاء البعثات، وبعدها سيبدأ يعني تعيين السفراء بما يؤدي إلى إصلاح وضع البعثات وجعلها قادرة على أن تلبي متطلبات المرحلة ومتطلبات العلاقات الدبلوماسية لليمن مع الخارج. نعم معالي الوزير، هناك من يقول أن هناك توغل لمحسوبين على الميليشيا والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في أواسط البعثات الدبلوماسية. أنتم كوزارة خارجية كيف توازنون ما بين قانونية التغييرات وما بين الحاجة إلى تغيير هؤلاء؟ طبعا هناك حرص أولا على القانونية وعلى أن الجميع موظفين وعاملين مع الدولة ويعبرون عن سياسة الدولة ممثلة بقيادتها الشرعية وتمثيل الحكومة. لا يمكن لأحد أن يكون موجود في بعثة ولا يمثل الحكومة الشرعية ولا يمثل الدولة وإنما يمثل جماعة انقلابية وغيرها، ولكن في نفس الوقت أعتقد أن من سيخالف ذلك سيحاسب بموجب القانون. القانون يلزم كل أعضاء البعثات بأن يتعاملوا مع هذا الأمر. نحن نقول بوضوح للجميع، إن أردتم أن تكونوا جزء من الدولة فالباب مفتوح، ومن يريد أن يكون جزء من الميليشيات أو الانقلاب سيسري عليه القانون ولن يكون له مكان في هذا الوضع. نعم معالي الوزير، كان هناك حديث على أن دولة قطر ستقوم بدعم الحكومة اليمنية خاصة في الملف الدبلوماسي، هل سيسهم ذلك في رفع بعض يعني الصعوبات من أمام الحكومة الشرعية في أنها تعتمد لازالت على البنك المركزي الموجود لدى تحت سلطة الانقلابيين، وهناك مشاكل في وصول الرواتب للعاملين في البعثات الدبلوماسية؟ أنا في البداية أشير إلى أن البنك المركزي ليس صندوق تحت سيطرة الانقلابيين. البنك المركزي هو بنك الدولة، ونحن تحدثنا مع الأمم المتحدة ومع المجتمع الدولي، ولأن هذا حرص الحكومة على استقلالية البنك المركزي لا يعني أنه يصبح خاضعا للانقلابيين يوظفوه كيفما شاءوا. على هذا الأساس عقد اجتماع في نهاية شهر يناير لمجلس إدارة البنك في عمان، وسيعقد الآن اجتماع آخر للتأكيد على أن البنك يعني يلتزم بالالتزامات التي هي للدولة، لأنه غير مقبول أن يستولي الانقلابيون على المال العام. وعلى هذا الأساس جرى الاتفاق في ذلك الاجتماع الذي أشرت إليه وحضرت جانب منه أن البنك المركزي سيستمر في دفع المرتبات والمستحقات، ونحن وزير المالية يتابع هذا الموضوع. وبالفعل في هذا العام يعني الفصل الأول دفعوا البنك المركزي، لكن لا زال هناك متطلبات كثيرة. الأشقاء في قطر وافقوا دعم الخارجية ماليا وفعلا سلموا الجزء الأول من الدعم الذي خصصوه لهذا العام، وهم مشكورين ملتزمين بهذا ويساعدوا معنا. هذا بالتأكيد سوف يساعد على تفعيل البعثات ولإعادة ترتيب وضعها وعلى تفعيل دورها والوفاء بالمستحقات المتراكمة عليها، وهذا سيساعدنا على تصحيح وضع البعثات وعلى فعالية الدولة. في هذه النقطة معالي الوزير تحديدا، يعني هناك الكثير من الملفات التي يعني تهم الشارع اليمني، هناك ملفات البعثات، هناك ملفات المغتربين، هناك ملف المعابر، هل ستسهم تغييراتكم في أن يعني أفك الضغط وانفراج لدى الشارع اليمني وتطمين للناس بأن هناك تغيير وأن أمورهم ستحلحل بشكل سريع؟ دعني أقول بأن الانقلاب رتب آثار كثيرة على الشعب اليمني، تمثلت في فرض تأثيرات في أكثر من مكان بسبب استيلاء الانقلابين على العاصمة واستيلائهم على الجوازات، بسبب عدم الثقة بالجوازات اليمنية إلى آخره. لكن نحن الدبلوماسية اليمنية الآن تبذل جهود كبيرة سواء من خلال تصحيح وضع البعثات، هذا جانب، ولكن أيضا من خلال التواصل مع الأشقاء والأصدقاء في العالم للتخفيف عن اليمنيين، ربما في ذلك موضوع الانتقال إلى السعودية وأشقاء في المملكة العربية السعودية، موضوع التأشيرات إلى عديد من البلدان، موضوع المغتربين. وأعتقد نحن قطعنا الشوط في هذا الجانب، وأنا أقول أنه في الفترة القادمة سيكون هناك تطور أفضل في هذه المسألة. وقعنا عدد من الاتفاقات، وأعتقد أنه يمكن تبشير المواطنين بأنه فقط بقليل من الصبر سوف نستعيد الثقة باليمن التي أدت الإجراءات الانقلابيين إلى
فقدان الثقة بالتعامل مع اليمنيين. أشكرك. وأيضا أود أن أقول نقطة بأن هناك جوازات جديدة سوف تصدر وسيكون المغتربين في وضع أفضل بإذن الله. نعم على الوزير. شكرا جزيلا وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. أعود إلى الأستاذة لطيفة علي. أستاذة لطيفة، القليل من الصبر به سنستعيد الثقة، هذه كانت كلمات وزير الخارجية. هل كان حديثه مطمنا ومجيبا على الكثير من الانتقادات التي تفضلت وتفضل الكثير من اليمنيين بطرحها؟ أنا سأوجه نداء لحكومة الشرعية أن تتعامل مع المواطنين على أساس أنهم أساس البلد وليس هم أساس البلد. الآن يطالب اليمنيين الذين هم تحت القصف ويطالب اليمنيين الذين هم عانوا من الحرب لمدة سنة وقبل ذلك عانوا 33 سنة، يطالب اليمنيون بالصبر. من نطالب بالصبر؟ نطالب نحن بالصبر، ولكن نحن نطالب أن تكون هناك وجود قيادة حازمة وقوية في إصدار القرارات. مثلا بالنسبة لو يقول أنا لا، مثلا كيف نوائم ما بين القرار القانوني بالنسبة للبعثات السياسية وإخراج المتوغلين من أنصار الانقلابين وصالح؟ لا تحتاج هذه المسألة إلى موائمة قانونية. هؤلاء الناس يقبضوا من أموال الدولة، من أموال الناس ومن قوتهم كي يعملوا ضد شرعية. لا نحتاج إلى هذه الموائمات، كفانا موائمات سياسية وقانونية. نحتاج إلى قيادة شرعية قوية تأخذ بحق المواطن بتطلعات هذول الناس. تطوير الدبلوماسية اليمنية مثلا، لا نحتاج إلى القليل نحتاج إلى القليل فقط لتطوير الدبلوماسية اليمنية وأدائها. نحتاج إلى اختيار الاعتماد الكفاءة واختيار المخلصين في حب هذا الوطن، لا شلة التهليب واعتبار هذا الوطن مجرد مزرعة أبقار للحل. ننصح من هنا موقعي هذا أن الوزير الخارجية وجميع الدبلوماسيين والدبلوماسية اليمنية بتعيين الكفاءات من أبناء المواطنين العاديين الذين فقدوا أحد أبنائهم في هذه الحرب المدمرة الكان، لعل هذا الذي فقد ابنه أو الذي أتى من عامة الشعب يشعر بما يشعر به الناس في الداخل. لا نحتاج إلى تعيين الأنساب والأسماء والعائلات في الخارج. لكن هناك من سيطرح أستاذ لطيفة أن يعني في هذه اللحظات اتخاذ قرار من هذا الشكل بتعيين أبناء من فقدوا مثلا أو ما شابه، هي قرارات قد تبنى مثلا على جهة عاطفية أو يعني وجهة نظر عاطفية وليست مسؤولة وتتجاوز الكثير من القوانين التي أيضا كان يحارب عليها أو يحاربها الناشطون من قبل. بل نطالب نحن أن تكون اعتماد أهل، أن تكون اعتماد التعيينات هذه اعتماد الكفاءة واعتماد الإخلاص والنزاهة الوطنية. هل هناك من أبناء الذين فقدوا في الداخل تعز مليئة بالمثقفين، تعز مليئة بخريجين المدارس، تعز مليئة بالكفاءات؟ وكل مناطق اليمن هناك الكفاءات الكثيرة. الكفاءات لا تعتمد على مجرد خريجين المدارس للمخلوع صالح، أبناء المخلوع صالح وأبناء الحوثيين. كانت تعتمد الدبلوماسية الخارجية أو كانت الخارجية في عهد صالح تعتمد على أبناء العائلات وتسوق لهم في الخارج، ولذلك ما زالت البعثات الدبلوماسية رهن لهذا الاتجاه. لا نحتاج إلى هذا القانون. القانون هو في صالح عمله في اللي يكون في صالح المواطن وفي تطلعات المواطنين، لا يعمل القانون ضد المواطنين. لذلك احنا نطالب أنه تكون الكفاءة هي الاعتماد الأساسي، وهو هذا ليس خارج القانون. طيب يعني إذا ما تحدثنا أيضا بشكل عام بخلاف هذه النقاط، أي يعني كيف يمكن تطوير أداء البعثات الدبلوماسية وأنتم يعني ناشطون ومتواجدون في يعني شتى دول العالم أينما وجد اليمنيون؟ كان هناك حاجة إلى وجود هذا النشاط، كيف يمكن يعني تطوير ومساعدة البعثات الدبلوماسية بشكل عام في تطوير أدائها؟ كما قلت لك سأعود لنفس النقطة، أن هي اعتماد الكفاءة، اعتماد النزاهة كاختيار المؤهلين لوجودهم في البعثات الدبلوماسية. الدبلوماسية اليمنية ليست بحاجة إلى الكثير، لدينا الكفاءات في كافة المجالات. ما لا ينقصنا الكفاءات، ولكن ينقصنا اختيار الأشخاص ذوي الضمير الحية الذين يعملون من أجل الوطن. إذا اخترنا على هذا الأساس لن تحتاج الدبلوماسية اليمنية إلى كثير من التزويق الإعلامي، لا نحتاج إلى كثير من النهب والتهليب والسلب، نحتاج فقط إلى ضمير وطني حي يعمل من أجل الوطن، وهذا سيكون هو الدافع الأساسي للعمل من أجل هذا البلد المنكوب بقادته أكثر ما هو منكوب بأي شيء آخر. أشكرك شكرا جزيلا الناشطة السياسية الأستاذة لطيفة علي، كنت معنا عبر السكايب من واشنطن. ونعود باتصالنا الهاتفي إلى وزير الخارجية معالي الوزير عبد الملك المخلافي، وأسأله بسؤال عن التسوية السياسية
ونتائج زيارة ويلد الشيخ إلى صنعاء. معالي الوزير، هل حدثتنا بنقاط حول هذه حول هذا السؤال؟ نعم، كما هو معروف موقف الحكومة واضح من موضوع السلام، أنها لم تختار الحكومة الحرب، وإذا أراد الانقلابيون والمتمردون السلام فالحكومة مد يدها للسلام على أساس تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال المبادرة الخارجية، وأولا تنفيذ القرار الأممي 2216. نحن ذهبنا إلى جنيف واتفقنا مع الانقلابيين على مجموعة من النقاط، هم بعد ذلك تهربوا من التزامات السلام. الآن السيد إسماعيل ولد الشيخ يقول بأن لديه فكرة لجولة جديدة من المفاوضات ربما في منتصف أبريل. نحن لا مانع لدينا كما نعلن دائما في أي زمان في أي مكان، نحن على استعداد، ولكن المهم أن يكون الطرف الآخر لديه الاستعداد أيضا. وهل برأيكم هناك استعداد معالي الوزير لدى الانقلابيين؟ أنا أعتقد أن بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت أصبح الانقلابيون في وضع إذا أرادوا إنقاذ أنفسهم وإنقاذ البلد في وضع يمكن أن يرضخوا هذه المرة. ذهب السيد إسماعيل ولد الشيخ إلى صنعاء ليقنعهم بهذا الجانب، نتمنى أن يعود لنا بموافقتهم على جولة جديدة، نحن سنكون على استعداد. الوضع الآن أفضل لصالح الشرعية ولصالح الالتزام بهذا القرار. أيضا دوليا العالم كله يضغط الآن على الانقلابيين، يدركون بأن لا مفر أمامهم غير تنفيذ القرار 2016. نحن نأملنا أن يدفعنا هذا إلى جولة جديدة، وإن كان الأمر بالتأكيد لا زال صعب لأن هناك انقسام بين الانقلابيين جناحي صالح والحوثي حول هذه الأمر ومتطلباته. لكن معالي الوزير، يعني الأخبار نقلت اليوم على أن هناك موافقة مبدئية لدى الحوثيين، وهناك أجواء إيجابية كما وصفها ولد الشيخ في المباحثات، وأن هناك طرح للكويت كما كان انعقاد للمباحثات بينكم وبين السلطة الانقلابية أو بين الانقلابيين. فما هو يعني ما هو رأيكم، ويعني هل ترون جدية في مكان المفاوضات، انعقاد المفاوضات، وكذلك في ترحيب الحوثيين بشكل عام؟ نحن منذ وقت مبكر وافقنا على أن تكون الكويت هي مقر هذا الأمر، أعلنا في شهر يناير أثناء زيارتي أيضا للكويت في نهاية ديسمبر بعد الجولة وبداية يناير بعد الجولة السابقة للمحادثات، ولا زلنا نأمل أن يلتزم الانقلابيون بهذا المكان أو بأي مكان، نحن نقبل في أي مكان. إسماعيل ولد الشيخ يقول بأن الظروف مهيئة الآن بالنسبة للطرف الآخر، أما بالنسبة لنا فقد كان هذا التزام دائم، السلام هو التزام دائم بالنسبة لنا. أنا أعتقد بأنه ربما نذهب إلى جولة جديدة قريبا، الكثير من المؤشرات تقول بأن ذلك قد يحدث بغض النظر عن مسألة النتائج، لأن الانقلابيون ينكسر وهمهم الآن، أعتقد أنهم قد يرضخوا لبعض متطلبات السلام على الأقل إن لم يكن في الجولة القادمة، ربما نضع أسس صحيحة. طيب، لتنفيذ القرار 2016. يعني وبأي حال من الأحوال معالي الوزير، هل يعني ستثبتون على موقفكم الطالب بإجراءات بناء الثقة، المطالب بإجراءات بناء الثقة من حيث الإفراج عن كافة المعتقلين، وكذلك فك الحصار بشكل كامل على المدن اليمنية؟ لدينا أجندة اتفقنا عليها في الجولة الأولى، لن نذهب إلى أجندة جديدة، يجب أن يكون الأمر في إطار مواصلة الأجندة السابقة بكل متطلباتها. لن يجرنا الانقلابيون إلى أن نبدأ كل مرة من الصفر. نحن والمجتمع الدولي معنا يقول بأن على الانقلابيين أن يلتزموا بكل ما يتم الاتفاق عليه وأن نبني السلام بشكل متراكب، ولن نذهب في كل مرة إلى نقطة الصفر لنبدأ منها، هذا إضاعة للوقت وإطالة للحرب. أشكرك شكرا جزيلا معالي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، كنت معنا عبر الهاتف مجددا من الدوحة. كما هو الشكر مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لحلقة اليوم، تقبلوا في الختام تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات منتج البرنامج منصور النقاش، وكذلك معده محمد المقبلي، وتحيات طاقم الكامل الطاقم الفني والتحريري. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.